السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف ألف عافية. وش ممكن أخذ مقابل 2000 تقريبا 2099 ريال سعودي؟ الموتوريلا إج 20 برو. إمش معي. أولا الصندوق والمحتويات راح يعطيك الأشياء اللي أنت تحتاجها من ناحية غطاء خلفي، من ناحية والله راح تأخذ طبقة حماية الشاشة مثبتة مسبقا، راح تأخذ سلك يو اس بي تايب سي مع شاحن بقوة 30 واط، هذا الخيار أيضا متاح. طيب حلو ممتاز. اللي بعد يا سلطان راح تاخذ جوال راح يعطيك الاداء العالي، سناب دراجون 870 لا تنسى، فلاج شيب بالقيمه هذه، زائد انه هذه النسخه الخاصه بالسوق السعودي راح تكون 12 مع 256 جيجا بايت نسخه الشريحتين. زيد عليها انه هذا الجوال راح يعطيك سناب دراجون 870، واي فاي 6، البلوتوث، الجي بي اس الثنائي، كل التقنيات اللي انت تحتاجها راح تكون موجوده مع هذا الهاتف. ضيف عليها انه مع نظام الاندرويد الخام للاندرويد 11، فبالتالي انت اجمع الهاردوير مع السوفتوير راح يعطيك سلاسه تامه في استخدام الهاتف بشكل مكثف، مو بس الاستخدام اليومي. زيد عليها انه 4500 ملي امبير في 60 دقيقه راح يشحن لك من صفر الى 100%، فبالتالي انت عندك بطاريه باداء ايضا جيد جدا. ضيف عليها انه هذا الجوال راح يعطيك شاشه خرافيه 6.7 انش 1080p مليار و HDR 10 بلس مليار لون طبعا، وايضا 1080p مع 144 هرتز، يعني شيء بيكون نظيف جدا مع شاشه جميله جدا. طبعا هذا الجوال راح يعطيك ايضا اداء مميز في مساله الكاميرات، 108 ميجا بكسل الكاميرا للالترا وايد 16 ميجا بكسل، وكاميرا البيرسكوب واللي تعطيك تقريب بصري مع مثبت البصري الى 5 مرات، او هجيني الى 10 مرات، او تقريب رقمي الى 50 مرة. والكاميرا الامامية ايضا مميزة تعطيك دقة 32 ميجا بكسل مع فتحة العدسة مميزة مع الـ 1080p 30. ترى على فكرة الكاميرات الخلفية تعطيك 8K الى 24 اطار بالثانية 4K 60، فهذه خيارات مع الكاميرا. والنتائج الصور زي ما انت قاعد تشوف قدامك، وايضا هذا هو الفيديو المصور من خلال هذا الهاتف، فاعطونا رايكم في خانة التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. الحين قاعدين نجرب نصور فيديو من خلال الكاميرات الخاصة بالموتوريلا إج 20 برو، نشوف كيف الأداء الخاص بهذه الكاميرات مقارنة بعدد من المنافسين، وتعطونا رأيكم في الجودة الخاصة فيها. طبعا هذه تقدر تعطيك مع الكاميرا الأساسية 108 ميجا بكسل، وفي عندهم 16 ميجا بكسل للألترا وايد، وعندك 8 ميجا بكسل في مسألة البيرسكوب واللي تعطيك تقريب بصر إلى 5 مرات، ويمديها انه توصل الى 4K الى 60 اطار بالثانية، او حتى الى 8K لكنه راح يكون محصور على 24 اطار بالثانية. لكن تقييمك انت شو رايك فيها؟ هذا الحين شوف اسوي له طريقة، وانا اقدر اسوي تقريب الى 5 مرات، ارجع للعدسة الرئيسية او اسوي الترا وايد لو بغيت، وهذا الخيار ايضا متاح. يعني تحسب انه انتهينا؟ لا، بسبب قوة الهاتف فهذا الجوال راح يعطيك خاصية الموتوريلا ريدي، واللي يسمح لك بتحويل الجوال الى اشبه ما يكون بالحاسوب الصغير، فتقدر تربط فيه عدد من الاكسسوارات مثل الكيبورد والماوس، وتربط بشكل بالسلك الى شاشة التلفاز، فبالتالي يكون هات محمول ولما توصل الى المكتب على سبيل المثال، او الى مثلا بيتك وتبي تحوله لمصنع جيمنج، فهذا خيار ايضا متاح، وتقدر تسوي هذا الشيء مع الموتوريلا ايج 20 برو. طبعا الملاحظات على هذا الهاتف، يمكن ملاحظتين، انه ما يدعم الشحن اللاسلكي، وهذا الشيء اللي كنت اتمناه فعلا، وانها سماعه واحده فقط، السماعه الخارجيه. لكن على ذلك انه مقابل السعر الصراحه جوال تعب، يعني حتى الازرار موجوده شوي اعلى لكنه باستجابه ممتازه، زر الطاقه عباره عن تقنيه البصمه، وزر مستقل حتى للمساعد الشخصي الخاص بجوجل موجود مع هذا الهاتف المحمول، نظام الثقب الموجود على شاشه الهاتف المحمول، ونسب استحواذ الشاشه للاطار يمين يسار فوق تحت ايضا اشوفها مميزه، مقوس في الجهه الخلفيه، يستخدم الجهه الاماميه جوريلا جلاس الجيل الثالث، ففي اهتمام عالي في مساله جوده التصليح. توفر الجوال
والأسعار راح أترك لكم في خانة الوصف. أشوفكم خير إن شاء الله، مع السلامة.